محمد سيد إبراهيم بصيري في أكتوبر سنة 1944، تلقى تعليمه الأول على يد والده الشيخ سيد إبراهيم بصيري قبل أن يتنقل بين مدارس تعليم القرآن. وفي النصف الثاني من الخمسينات تحصل على شهادة البكالوريا في العلوم الأصلية والآداب. وفي سنة 1959 سافر محمد سيد إبراهيم بصيري إلى القاهرة حيث درس بالأزهر الشريف لمدة سنتين، إلا أن ميله للعلوم الحديثة حذا به إلى الالتحاق بجامعة دمشق أين نال الإجازة في العلوم السياسية. ومع عودته سنة 1965 إلى عائلته شرع الفقيد في العمل في جريدة خاصة تسمى الأساس، حيث تشكلت لديه رؤية سياسية واضحة دعمتها تجربته في المشرق. وفي سنة 1967 أسس جريدة اسمها الشموع، إلا أن إصداراتها لم تتجاوز 3 أعداد بسبب قرار السلطات المغربية إغلاقها والحجز عليها، رغم أنها كانت تهتم بالمواضيع الشبابية فقط ولم تتناول الجوانب السياسية، إلا أن موضوعا استثنائيا تحت عنوان الصحراء للصحراويين. وبعد أن أضحى الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري يمثل إزعاجا حقيقيا للسلطات المغربية، قررت القبض عليه، إلا أنه علم بذلك مما جعله يتنقل بين مدن جنوب المغرب لبعض الوقت قبل الالتحاق بمدينة السمارة التي اعتقل بها من قبل أجهزة الاستعمار الإسبانية وسجن لعدة أيام. ولولا ضغوط أفراد عائلته وبعض الوجهاء لسلمته السلطات الاستعمارية الإسبانية لأجهزة القمع المغربية التي كانت تبحث عنه آنذاك. بعد الإفراج عنه بدأت مرحلة جديدة في حياته وفي حياة الشعب الصحراوي، حيث كان لديه مشروعا واضحا شرع في تطبيقه بتعبئة المواطنين الصحراويين ووضع أسس الإعلان عن تنظيم يوحدهم ليقضي على قواعد السياسة الاستعمارية التي تقوم على تكريس القبلية والجهوية. وقد تجلى هذا التنظيم آنذاك في تأسيس المنظمة الطليعية التي كانت بمثابة الرد الصريح على كل مؤامرات التقسيم. مارس 1970 محمد سيد إبراهيم بصيري يوجه مذكرة إلى الحكومة الإسبانية يطالب فيها بمنح استقلال الصحراء الغربية. في ظل هذه الظروف ومن هذه المنطلقات التاريخية التحم الفقيد محمد سيد إبراهيم بصيري ورفاقه من أجل وضع اللبنات الأولى للمنظمة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب التي استقطبت بعد نشأتها مباشرة أعدادا كبيرة من المواطنين الصحراويين وخاصة داخل الأوساط العامة في الإدارة والأجهزة الاستعمارية الإسبانية، وانتهجت أسلوبا تنظيميا محكما شمل كل مناطق الوطن وأعطى ثماره بسرعة فائقة، وهو ما مكن من حشد ذلك العدد الكبير من المتظاهرين يوم 17 يونيو 1970 في انتفاضة الزملة التاريخية التي انتهت ببحر من الدماء واعتقال محمد سيد إبراهيم بصيري ومئات من المواطنين الصحراويين. لقد كان تأسيس الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب مع نهاية الستينات حدثا بارزا في تاريخ الحركة الوطنية الصحراوية وفي المسيرة التاريخية للشعب الصحراوي، إذ كان لزاما آنذاك إعادة قراءة التاريخ الوطني الصحراوي وصياغته من رؤية وطنية صحراوية محضة وتأكيد استقلالية الشعب والوطن الصحراوي عبر التاريخ وجعل هذا التاريخ منطلقا للاعتزاز والافتخار، وهو ما تفطن إليه الفقيد بصيري من خلال وعيه الوطني بأن عملية المصادرة التي خضع لها التاريخ الصحراوي ولا يزال وتغييب هذا التاريخ من طرف الاستعمار أحد المعضلات الأساسية التي تعترض أي فعل وطني ناضج وعصري. ووضعت انتفاضة بصيري لبناتها من خلال إعلانه لانتفاضة الزملة التاريخية التي مهدت لانتفاضة الاستقلال المشتعلة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ورغم كل أشكال القمع والحصار التي تمارسها قوات الاحتلال المغربية، إلا أن الشعب الصحراوي ومثل ما تحدى بالأمس القريب القوات الإسبانية في انتفاضة الزملة التاريخية التي أعلنها الفقيد بصيري، فإنه اليوم يعلن عن تحديه للقوات المغربية. كان يوم 17 يوم شر من حزيران ويوم حر، وشعب الصحراء قال كرماه وشقد بطرانه، قايد حراكة مشتهر داروا العدو في أحباله من ذيك الليلة ما ظهر،
لا نعرف شو توسالوا. ولا خالق بر ولا بحر ما جبينه يندال وما هو قد اللي ينصبر، ومشى ذاك على حاله ومشى بصيري ما هرب من شماي ولالو. عديم مثال في كل حد ومارد، عديم مثال وما هو قد اللي يجحد سيد ابراهيم امال. وبصير جامد لا شعاع شمس الهدى وبلا انواع، والعلم شاف بلي اجماع نضال وانشغال ودخل عدو حرب نزاع. وذاك اسباب انتقال ولا ينقاس متن الذراع والكلمة تبقالو. اخر ما الجاهلين باع روحوا لله ماله، هذا حاله ويقد قاع يكفيكم عن سؤاله. ومشى بصير المهرب من شماي ولالو، عديم مثال في كل حد ومارت عديم مثاله، ما هو قد اللي يجحد سيد ابراهيم امال. اصحابه شهدوا كاملين عن ولي عمود الدين، وشهدوا عنه تلات دين قويله وافعاله. ولا خالق حد سال دين فيه، ولا حد سالوا مولى عشرين من السنين واعتقاله يرثاله. ومشى بصيري ما هرب من شماي ودالو، عديم مثال في كل حد ومارت عديم مثال، وما هو قد اللي يجحد سيد ابراهيم امال. وبعد 37 سنة على فقدانه، لازال محمد سيد إبراهيم بصيري في عداد المفقودين، والمعلومات حول مصيرهم متضاربة، ولا أحد في إسبانيا تجرأ على قول الحقيقة، لكنه يظل رمز قضية على رأس قائمة تضم المئات من المفقودين ومجهولي المصير وأسرى الحرب الصحراويين في السجون المغربية. يظل بصيري على ذمة التحقيق وعلى مسؤولية إسبانيا، مثل قضية تقرير مصير شعب وأرض سلمت على طبق من ذهب للمغرب في صك اتفاقيات مدريد في خيانة القرن التي ارتكبتها الدولة الإسبانية في حق الصحراويين. يبقى قميص بصيري لعنة تلاحق إسبانيا مع تصفية الاستعمار وتقرير المصير المصادر منذ أزيد من 40 سنة، ذلكم وأن الحركة التي أطر لها قبل 38 سنة تظل فكرا وممارسة وثقافة في المقاومة وفي المناعة، يتذكره أبناء جلدته وأحفاده مساء صباح مع بقية المفقودين وشهداء القضية الصحراوية.